تناعد من الأعداء الطبية، أطر صحة وعلميين. وأطر صحة وعلميين. وصل العدد ديالنا تقريبا دابا 500. احنا اجتمعنا وفكرنا ووصلنا وكتبنا رسالة إلى سيد وزير الصحة وإلى أعضاء اللجنة العلمية والتقنية، وواحد المطالب اللي أشار لها سي رشيد اللي حنا تنقولوا هو أنه تراجع في هذا القرار هذا ديال إجبارية جواز تلقيح لا مبرر. حنا تنجيو من الناحية العلمية والطبية، لا شيء يبرر أنه يتفرض هذا الجواز اللقاح على واحد الوباء الذي كان يصنف بفتاك وليس هو بفتاك. مثلا نشوفوا في الحالة الصحية دابا لا تستلزم هذا الجواز هذا. نطالب بحرية الاختيار للقاح بالنسبة للبالغين، ونطلب توقف اللقاح بالنسبة للقاصرين، لأنه نظن وتوصلنا على أنه هذا الدواء هذا المرض هذا ديال الكورونا هو أنه الجواب ديالو أول شيء يستند هو الجواب ديالو دوائي على الدواء، صديق الدواء فعال وتريتمون فعال إلى أخذ المريض بشكل مبكر. وهنا تنشير حتى التشخيص ديال المرض خصو يكون بشكل مبكر، وجميع الوسائل تسهل باش يتشخص المرض. بمعنى انا كصيدلاني ما عندناش في الصيدليات الادوات اللي تتسهل على التشخيص ديال المرض في 5 ديال الدقائق، لانه عطاوه لنا وحيدوه لنا درعوه لنا لي تيست انتيجينيك ديال اللعاب اللي تعطيو 95% ديال النتيجة أنه واش واحد عنده الكوفيد ولا ما عندوش. وإذا كان عنده الكوفيد مباشرة يمكن يمشي عند الطبيب، ولا يمشي عند الطبيب حتى هو يشخص له المرض عنده في العيادة ديالو، وفي البلاصة يجي يرجع الدواء، ونسبة الشفاء تتوصل 99.8%. أين هو هذا الوباء هذا اللي تيستلزم هذه الحالة هذه من الهلع؟ وهذه الحالة هذه كلها ما صالح شيء. سمعنا الخطاب ديال ممثل وزير الصحة هذه يومين ثلاث ايام اللي كان تيقارب مرض الكوفيد بمرض الجداري لا فاريول في واحد الحقبة من المغرب، وانه كان تستلزم الجواز الصحي والوبليغاسيون ديال واجبارية التلقيح وكذا. لا فاريول في ذاك الوقت كانت تقتل 18 اشخاص في النهار في مدينه بجاد، ومن بعد انتشر الى الرباط وسلا والدار البيضاء. دونك ما يمكنناش نفس الجواب ديال واحد المرض نقولوا على مرض اخر اللي كان اخطر. عاوتاني واحد المساله سمعناها في كلمه الدكتور بروفيسور ابراهيمي، حيث هو من اللجنة، وقال وجاء واحد سؤال قال وأنه هما توصلهم ما تقرروش ولكن تعطيو دي ريكومونداسيون توصيات، وأنه جاوب على واحد تخصهم يجاوبوا على واحد السؤال ما الفرق بين الملقح وليس الملقح. بعد واحد النقطة قبل ما ننساها مهمة بزاف، هو أنه حتى السيد وزير الصحة ولا الممثل ديالو تيقولوا أنه الأقلية ما يمكنناش نسمحوا لنفسنا أنه واحد الأقلية تشكل واحد الخطر على واحد الأغلبية. ما يمكنناش هذه بعدا من ناحية الديمقراطية، وأن الأغلبية ديما خصها تكون تتحافظ على الحق والكلمة ديال الأقلية. أما حنا من ناحية ديال الصحية كيفاش واحد الأقلية اللي ليست ملقحة كيفاش يمكن لها تشكل واحد الخطأ على واحد الأغلبية اللي الأغلبية ديالها هي ملقحة بجرعة واثنين وثلاث؟ بمعنى إذا كانت ملقحة فهي لا تخاف المرض، فهي وإلا هنا تطرح سؤال أين هي فعالية اللقاح؟ لأنه أي اللقاحات نحن مع اللقاح، نحن في الصيدليات ولا الأطباء كنا نلح على اللقاحات كلها، البوحمرون، العوية، بوشويكا، لا ديفتيري، لا فاريول، تيتانوس، هادشي كلشي تنحتو عليه، نحن مع اللقاح. ولكن هذا المرض بالذات لا شيء يبرر
فلهذا إلا كانوا هاد الناس هادو اللي الأغلبية ديالهم ملقحين كيفاش غادي يخافوا لأن تسمعوا هادي كيفاش غادي يخافوا من الناس اللي ماشي ملقحين كيفاش بمعنى هو إلا كان اللقاح وخصو يكون إلا كان اللقاح يكون بجرعة واحدة ولا جوج هذا مرض توصلنا له هو من العائلة من الفئة ديال البنومو فيروس البنومو فيروس هما سي مرض سيزوني بمعنى موسمية هاد العام هذا كان فعلا الكوفيد جا وكان قاتل دابا وصل كلا 4 ولا 5 مليون في العالم كله ولكن حنا الحمد لله هنا في المغرب ما ضربش الفيروس بالطريقه اللي ضرب فيها اوروبا ولا ضرب فيها في امريكا ولا ضرب في دول اخرى حنا وصلنا لواحد 13 ولا 14 الف ديال الموتى قلبنا معاهم انا من العائله دعت واحد سيده من العائله قلنا معاهم ولكن حنا عاوتاني كانوا بعض الهفوات هو انه ماشي كلهم وصلهم الدواء بسرعه وقع التشخيص ديالهم بسرعه بمعنى هذوك وصلوا للمستشفيات وحتى الطاقه السعيه ديال المستشفيات كانت ضعيفه هنا فين كان التركيز هنا فين كان نجهزوا للسبيطارات وكذا ولكن دابا ولا الخطاب كله على اللقاح ودابا زاد واحد مرتبه اخرى هي ديال اجباريه اللقاح بجواز التلقيح اللي كانوا تيقولوا عليه انه اختياري وما تنساوش واحد الحاجه هو انه المغاربه مشاو وعطاو نفسهم وداروا الثقه المغربي مسالم ووطني انا وطني تنحبوا بلادنا والمؤسسات ديالنا والاستقرار ديالنا وداروا الثقه وشنو داروا الثقه لانهم جاوا بواحد الخطاب غيقولوا لهم وصلنا لواحد الحاله هو انه ديروا اللقاح وان شاء الله غادي نخرجوا من هذا الوباء داروا اللقاح قالوا لهم الله يخليكم خصكم تزيدوا الجرعه الثانيه ونخرجوا من اللقاح وداروا الجرعه الثانيه من بعد جا واحد الوقت اللي تيقولوا لهم داك الشيء ديالكم ما صالح الشاي ما تنساوش ان المغربي راه داك دوز عام ونص ديال انه سد على نفسه بلي ميزور سانيتير انه سد على نفسه انه قبض على نفسه انه الاقتصاد ديال البلاد كله نهار تقريبا وانه بزاف ديال الناس ضاعت في الاكل والخبز ديالها وكذا وكذا هادشي كلشي هزوا على راسهم جاهم شنو داروا قالوا نفكوا بلادنا ونجاوبوا مع الخطاب ونجاوبوا مع النداء باش نلقحوا نفسنا تنوصلوا من بعد تيقولوا لهم داكشي كلشي شغلكم ما صالح شي عاودوا من الاول اجيو ديروا واحد الجرعه الثالثه ومن بعد ربما الجرعه الرابعه الناس عاوتاني دابا راهو داك اللقاح وصل تيقولوا 60 ولا 70% راه بدينا واحد الحاجه مهوله هو اننا تنشوفوا وتنطالبوا حنا كاطباء حنا دابا حنا هنا بعض الاعضاء معنا دكتوره شكرون هي جراحيه للاسنان معنا دكتوره وداعيه اختصاصيه في طب النساء حتى هي تتشوف معنا دكتور شكرون حتى هي اختصاصيه في لا نوتريسيون حتى هي تتشوف يعني معنا دكتور بوحديش حتى هو في هذا ديالنا تماما تنشوفوا الفكره تنشوفوا هو انه الله يبارك فيك وصلنا الجرعه الرابعه ومازال تيطالبونا بالحذر مازال تيطالبونا بالحذر ديروا الكمامه انا تنديرها لانها بالقانون نديرها ولكن الكمامه شكون تيبدل الكمامه واش الكمامه تتحمي بالمعقول ولا لا قرارات اتخذت بتوصيات من هذه اللجنه هذه واخيرا سمعنا واحد من هذه اللجنه هذه تيقول هو انه تطرح عليهم هما سؤال شنو ما هو الفرق بين الملقح والغير الملقح ما هو الفرق وكان خصهم يجاوبوا على الجواب هذا وجاوبوا باش ديك الساعات المقررين منهم وزير الصحه ومنهم الاداره تاخذ قرارات الجواب ديالو شنو قال هو انهم ملي جاوا هذا السؤال هذا باش يجاوبوا عليه مشاو لامريكان لا سي دي سي وخداو تما الدراسات ديالهم وشافوا النسبه ديال الملقحين كيفاش يتجاوبوا مع المرض وكذا 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 ومن بعد مشاو لفرنسا عاوتاني تيشوفوا الديزا ديال فرنسا وكذا 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 لا ما يمكنش لانه كل 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 شعب كل امه عندها كيفاش تجاوب هي مع المرض وكيفاش تجاوب مع الامه كل واحد عنده الخاصيات ديالو وحنا هنا في المغرب عندنا الخاصيات ديالنا والدراسات خصها تكون هنا عندنا في المغرب والمناظره تكون مع العلماء واخصائيين الاطباء والصيادله والعلميين بحال دكتوره منيب وتكون مع العلميين ديالنا ومع الاخصاء ديالنا وكل شعب تيتجاوب مع المرض ديالو حنا ما ضربناش المرض بحال وافريقيا كلها ما ضربش المرض بحال ضربها في اوروبا وكذا وكذا علاش لانه عندنا المناخ ديالنا عندنا الشمس ديالنا عندنا العادات ديال الاكل ديالنا ما عندناش العادات ديال الاكل ديالهم سمحوا لي كاين شي مسائل هما تياكلوها حنا ما تناكلوهاش حنا تنفطروا بزيت العود نقدر القدره بحال هكذا
ربما هادشي كلشي تيساهم الفئه الاولى لاج ميديون حنا عندنا هابط يعني شي 55 بحال اوروبا تماما الناس ما عايشاش في الحكاك بحال في المدن ديالها مكتظه حنا عندنا تخرجوا للهواء الطلق وهنا فين واش داك الاحترازات وداك لو كونفينمون اللي كان هكذاك ستريكت راه جعل الناس انها تدخل ماشي انها تدخل لبيوتها لا دخلت تزحمات في الحومه ديالها جعلناهم بالعكس يزيدوا يتزحموا هذا ورغم ذلك والحمد لله البركه في المغرب ما ضربناش كوفيد بحال يضرب في دول واحده اخرى علاش التجاوب ديالنا غادي يكون استنادا لدراسات ولقرارات دارت دولات دول اخرى علاش الخطاب ديالهم يتنقصوهم تيبداو يهضروا لنا ها امريكان ها الجابون هكذا 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 لا نرجعوا في حاله الازمه تنرجعوا للبيز ديالنا والعائله ديالنا وتناخذوا قرارات وسطنا وكذا وكذا في الاول من حقهم ومشينا معاهم علاش لانه جات واحد الازمه الواحد كلشي تيوقف جنبا الى جنب والقرارات اللي خداوهم حتى هما ما عارفين شيء عاد غادي نشوفوا ولكن راه كلشي تيتطور كلشي تيتطور المرض تيتطور هذا تيتطور هنا غادي نرجع انا الى سمح الدكتور اللي هو طبيب وانا صيدلاني غادي نرجع على لو فولي ديالنا ديال لا فارماسي هو اللي بغيت نقول هو انه وقع ما وقع وتقصحنا حنا صيدله لانه في اوج الكورونا في اوج الكوفيد وراه تقريبا واحد الشهرين اللي كان فهادشي كلشي تقريبا كان في واحد الشهرين اللي كطلع الكوفيد وحنا بعدا في الصيادله بين 13000 ديال الصيادله راه في البلاصه ملي تتكون شي حاجه تنعرفوها حنا كداك الزئبق اللي في ميزان الحراره تيطلع ويهبط في البلاصه في البلاصه تنعرفوا فوقاش كاينه كورونا فوقاش ما كايناش فوقاش كاينه شي وباء فوقاش ما كان هذه واحد 6 سنين ولا 7 سنين كان مضات السواح في البلاصه عرفنا كاين كانت قبل ما تكون لا اش ان اللي قالوا لنا حتى هو وباء فتاك وبعد اللقاح ديالو حتى هو تراجعوا فيه خصنا نعرفوا انه راه كاينين شي امراض اللي كانوا قالوا لنا خطيره وفتاك وهي ما بقاش شي فتاك وتراجعوا في اللقاحات فيه راه الفاكسين ديال اش ان ان حتى هو تراجعوا فيه دونك حنا في الصيدليات في ذاك الاوج ديال الكورونا ما كانش عندنا الدواء لانه بعد الدواء ديال الهيدروكسيكلوروكين اللي كاين في البروتوكول ديال وزاره الصحه وهنا تبارك الله على عليهم وكانت واحد القرار طيب لانه في دول واحده اخرى قالوا سيروا خذوا الباراسيتامول وسيروا الجركوم بمعنى سيروا تموتوا حنا هنا قالوا لا خذوا الهيدروكسيكلوروكين ولكن حيدوا لنا من الصيدليات ومن بعد الهيدروكسيكلوروكين تحيدوا لنا بزاف ديال الادويه من الصيدليات ومنين تيتحيدوا الصيدليات ملي تيجيو عند الدكتور وتيجيو عند الدكتوره باش يشخصوا المرض ويدفعوا الدواء تيعرفوا انه في الصيدليات ما كاينش واحد الدواء دوك ما تيعطيوش داك الدواء هاد الادويه هادي كانت عند وزاره الصحه ولكن باش المريض يوصل عند وزاره الصحه عند المستشفيات وياخذ الدواء كان تيدوز من واحد المسار طويل ومرهق جدا لواحد كيما لانه مريض خصو بعدا يشخص الدواء باش يمشي يشخص الدواء باش يشخص المرض خصو يمشي لمركز التشخيص خصو واحد 4 ايام ولا 5 ايام على ما عاد يوصل ومن بعد يدير لو بيلون سونغان يدير السكانير يدوز عند الطبيب الاول والثاني عاد باش يعطيه الدواء ولكن الفعاليه ديال الدواء فوقاش تكون تتكون مبكره وما خداوش مبكره فلهذا واخر كلمه اللي بغيت نقول كيف يعقل في الاوج الوباء اللي كاين وعندنا طريقه عجيبه توصل لهذا الشعب توصلها الدوله ديالنا وشركه جابت واحد لو تيست اللي ما تيسوى والو تقريبا 50 درهم ديال اللي في 5 ديال الدقائق الواحد يدير شويه ديال البزاق فيه ويتشخص وعطاوه لنا للصيدليات وخصو يكون عند الاطباء وعطاوه لنا ومن بعد حيدوه لنا بسبب ماذا هو انه الا كان شي واحد مريض تما غادي يكون ملوث داك لو تيست ويقدر يشكل شي خطر على حنا صيادله اللي قرينا هذا الشيء ودرسنا وحفظنا ديال ليمونيتي لا فيرولوجي هادشي كلشي درسنا ما نعرفوش كنديروا سمحوا لي نقول لكم سطل نديروا فيه الماء ونكب فيه جافيل واي تيست اللي كان ملوث نلحوا فيه ومرضنا مع النباس نقبطوا نصيفطوا عند الطبيب يشخص المرض يرجع عندنا ياخذ الدواء وهو تيصح بنسبه 99.8% الله يبارك فيكم والاطفال الله يخليكم تبتوا لنا ان الاطفال تيمرضوا عشنا معاهم عام ونص ما كانوش تيتلقحوا وهما براسهم كانوا قالوا معفيين ما شفناهم لا في السبيطار والحمد لله ما شفنا لا الوفيات والحمد لله كيفاش دابا ما كاين والو تتبقاو بهم كومونسي باغ بعدا حتى الا سلزمتي قبطوا واحد الفئه من الشعب خذوا واحد الفئه على الاقل قليله من الاطفال ولقحوهم وشوفوا التجاوب ديالهم لان ما عرفناش حنا تنحذروا من المدى القريب ولا تنشوفوا راه فيديوهات تيخرجوا ديال الناس اللي مقيوسه انا ما تنأكدش ان داكشي كلشي كاين ولكن تيقول لك سيروا للسونتر دو فارماكو فيجيلانس علاش غادي يوصلوا واحد من وطات الحاج ولا واحد من خميس الزمامره ولا واحد من ثلاث سيدي هذا كيفاش غادي يوصلوا للسونتر فارماكو فيجيلانس
كيفاش غادي يوصل له؟ انا تنقول صوت فما كوجيلونس هو اللي يمشي يقلب عليهم ويشوف هذا قال لك طاح له شعره، هذا جاه شلل، هذا وقع وفيات، لا يمكن. شكرا دكتور ناسو. علما ان بالاحصائيات لا غريب تقتل الاطفال اكثر من الكوفيد 19. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.